مساء الخير على كل بيشوفونا وبيتابعونا على تلفزيون النهار. حلقة جديدة وموضوع جديد على الهواء مباشرة، وهيكون معانا النهاردة موضوع زي ما معودينكم دايما في كل حلقة بيكون معانا مواضيع مهمة جدا. موضوعنا النهاردة هيهم أزواج كتير وشريحة كبيرة من المجتمع، يمكن في السنين الأخيرة أصبحوا بيعانوا من المشكلة دي، وهي تأخر الحمل والإنجاب اللي بيسبب مشكلة كبيرة عند الأزواج المتزوجين حديثا. في اللي بتحمل مرة ومش بيكتب ليها الحمل بعد كده، أو بيتأخر عندها الحمل بعد كده، وفي اللي مش بتحمل خالص وبيكون في صعوبة في الحمل، وفي اللي بيتأخر عندها شوية الحمل أو بتحمل وبيحصل إجهاض بعد كده. كل دي أسباب ومشاكل هنعرفها النهاردة، وفي كمان هنعرف الفرق بين العقم وتأخر الحمل. كل دي مصطلحات هنتكلم عليها النهاردة مع ضيفي اللي منورني النهاردة على تلفزيون النهار، هو دكتور أحمد عوض الله، هو استشاري أمراض النساء والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب بمستشفى دار الطب. أهلا بك يا دكتور. دكتور، النهاردة احنا عايزين نوضح للناس الفرق بين العقم وتأخر الإنجاب، هل في فرق بينهم؟ لأن كلمة عقم دي كلمة ثقيلة أو يمكن بسبب يأس. لا، هما بيشيكوا العقم من ناس اسمها تأخر إنجاب. إنما هو في حاجة اسمها عاقر. عاقر. ده موضوع تاني، إنما العقم أو يعني الإنفرتيليتي أو السب فرتيليتي دول كلهم واحد. لكن تأخر العاقر. تأخر الحمل. لكن العاقر دي اللي عندهم أسباب لا علاج لها في الطب حالياً. ولن يحدث حمل. طيب عايزين نعرف المقصود بقى بالخصوبة عند السيدات ايه؟ هو كيف يحدث حمل؟ هو بويضة تخرج من المبيض، تدخل قناة فالوب، يبقى لازم يبقى فيه قناة فالوب، تجويف رحم كويس، يبقى لازم يبقى فيه تجويف رحم حلو، بطانة رحم كويسة، يبقى لازم فيه بطانة رحم كويسة، لقاء بين الرجل والمرأة في الوقت بتاع التبويض، وحيوانات منوية جيدة تصلح للوصول إلى البويضة. هذا كيف يحدث حمل طبيعي. الحاجات اللي بتأخر الإنجاب الأربعة الأساسيين، نمرة واحد ضعف الحيوانات المنوية، نمرة اثنين تأخر الحمل غير معلوم السبب، نمرة ثلاثة ضعف التبويض، نمرة أربعة انسداد قنوات فالوب. يبقى انسداد قنوات فالوب والمشاكل اللي في التبويض والمشاكل اللي بتصيب الحيوان المنوي في الكفاءة بتاعته وتأخر الحمل غير معلوم السبب. ازاي بقى يا دكتور غير معلوم السبب؟ يعني تأخر الحمل غير معلوم السبب هو ان تكون الاربع اركان الاساسيه لفحوصات السيده سليمه، نمره واحد عندها تبويض، نمره اثنين وظائف المبيض جيده، نمره ثلاثه عندها قناه فالوب سليمه، نمره اربعه عنده حيوانات منويه كويسه. الاربعه دول سلام يساوي ان هما الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه وهما مع بعض باسمهم تأخر حمل غير معلوم السبب. يعني بدون أي سبب، بدون مسببات. دول 20% من أسباب تأخر الإنجاب، و40% من السيدات اللي بيسعوا إلى حدوث حمل في مراكز تأخر الإنجاب اللي هي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب المراكز اللي زينا بيبقوا تأخر حمل غير معلوم السبب برضو. يعني أنا بشوف ساعات يعني سيدة ورجل متزوجين ما يحصلش حمل، لكن لو السيدة اتجوزت حد تاني ورجل اتجوز واحدة تانية بيحصل حمل. دي هندخل ناس يعني مشاكل فظيعة. إنما طبعا. هو ليس كل حيوان منوي يستطيع أن يخترق بويضة، وليس كل حيوان منوي في قدرته اختراق كل البويضات. عيد الجملة دي تاني، ليس كل حيوان منوي يستطيع أن يخترق البويضة حتى لو هو ظاهريا سليم. وليس كل حيوان منوي هيتحط جنب بويضات بتاعت ست نمرة واحد واثنين وثلاثة، هيدخل هنا في البويضة ومش هيدخل هنا في البويضة، وهيدخل بصعوبة في البويضة بتاعت ست نمرة واحد واثنين وثلاثة. عشان كده في سيدات بيبقى لقاء البويضة والحيوان المنوي بين الرجل والست بيبقى صعب، أو لو حصل بيحصل تخصيب بنسبة قليلة عن الطبيعي. فدول اللي مكتوب لهم إن هم لما يطلع الحيوانات المنوية والبويضات بره الجسم اللي هو الحقن المجهري يبقى فيه فرصة أعلى لحدوث حمل، لأن لا هي عندها سبب ولا هو عنده سبب. فبتبقى فرصتها أعلى بالحقن المجهري. طب إزاي يا دكتور نقدر نعرف خصوبة الزوجة دي؟ يعني إن هي خصوبة الزوجة حجم المبيض في الألترا ساوند في الموجات الصوتية، كفاءة المبيض في التحاليل اللي هي بتاعت مخزون المبيض والتحاليل بتاعت الهرمون اللي بتعمل تاني يوم الدورة، ووجود بطانة رحم جيدة وأنبوبة سليمة. كده يبقى السيدة دي مؤهلة لحدوث حمل. طبعا السن مهم، وسابق التاريخ المرضي مهم، حدث حمل في السابق ام لا ده مهم جدا،
وبالنسبه للرجل طبعا الحيوانات المنويه زي ما دايما بنقول. حضرتك كنت قلت لنا قبل كده ممكن سيده تكون صغيره في السن وعندها يعني بويضات مخزون بويضي قليل عن واحده كبيره في السن، مظبوط؟ تمام. كفاءه المبيض واحد من يعني الركائز بتاعتها هو سن المراه، بس في سيدات صغيري السن الكفاءه منخفضه، وفي سيدات صغيري السن الكفاءة منخفضة جدا، وفي سيدات متوسطي السن الكفاءة رائعة، وفي سيدات في الأربعينات وكفاءة المبيض عالية جدا. طيب عايزين نعرف يا دكتور برضو نتكلم شوية عن موضوع العقم ده، في أنواع من العقم، حاجة اسمها العقم النسبي، العقم المشترك والعقم غير مفسر. في حاجة اسمها عقم أولي وفي حاجة اسمها عقم ثانوي أو تأخر حمل أولي وتأخر حمل ثانوي. تأخر حمل أولي عمرها ما حملت قبل كده، تأخر حمل ثانوي حملت قبل كده بوسيلة من وسائل الإخصاب المساعد أو من غير وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد، وتأخر عليها الحمل بعد كده هو أجهضت وتأخر عليها الحمل بعد كده سنة لسنة ونص، ده تأخر الحمل الأولي، سنة ونص لسنتين تأخر الحمل الثانوي. والسن بيفرق، يعني واحدة ست سنة 39 سنة حملت وسقطت أو حملت أو ولدت وهي دلوقتي سنة 39 سنة، مش هتسيبيها لحد لما يبقى سنها 40 ونص 41 سنة وتقول لها يلا بينا نبدأ نعمل فحوصات. ده كاتيجوري أو يعني ده في التعريفات. في حاجة اسمها سب فيرتيليتي. سب يعني أقل سنة، فيرتيليتي يعني خصوبة. يعني الخصوبة موجودة ويحدث حمل ولكن تأخر عليها الحمل لفترة معينة ومفيش معوقات، والست دي يعني ممكن بسهولة جدا يبقى فيه حمل. الستيريليتي اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو العاقل. اللي هي السيده اللي ما عندهاش مبيض، السيده اللي ما عندهاش رحم، الراجل اللي ما عندوش خصيه، الراجل اللي عامل المشاكل الخلقيه اللي هي المشاكل الخلقية الكبيره اللي فعلا هيبقى فيه بنسبه كبيره قوي فشل في حدوث حمل. السيده اللي عندها رحمين اسمع لا 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 ده مش مستريل. لا دي ست دي ممكن تحمل لو عندها رحم اليمين زي ما يكون. طيب دكتور ممكن سيده تعمل الوسائل المساعده على الانجاب زي الحقن المجهري مثلا اول مره وبعد كده ما تحتاجش ليه تاني مره في الحمل؟ كتير تحمل عادي من غيره ممكن تحصل طبعا. الا لو كان السبب مستمر والسبب ما بيتعالجش. يعني سيده عندها مثلا انسداد كامل في قنوات فالوب هتحمل يعني يمكن بس يعني مش نادر. سيده مثلا عندها تاخر حمل غير معلوم السبب كتير بيحملوا بعد كده طبيعي. سيده عندها مشكله في التبويض ولسبب ما رجع التبويض بعد الولاده في احتمال انها تحمل طبيعي. راجل عنده ضعف بسيط في الحيوانات المنويه ومراته ما حملتش وراح عمل حقن مجهري يمكن الحيوانات المنويه بعد كده تعمل ايه؟ راجل عنده ضعف شديد في الحيوانات المنويه هتحمل مراته طبيعي ازاي؟ طيب هي يا دكتور حضرتك بما انك ذكرت انابيب فالوب هل ممكن انسدادها يؤدي للعقم؟ يعني قناه فالوب هي واحد من اهم مقومات او من اهم الاسباب اللي بتعوق الحمل. وقناه فالوب هي المكان اللي بيلتقي فيه البويضه والحيوان المنوي، وقناه فالوب طولها في حدود في المتوسط تقريبا من 8 ل 10 سم. وقناه فالوب هي تجويف فتحتين، فتحه منهم ناحيه تجويف الرحم وفتحه منهم ناحيه المبيض. قناه فالوب دي جواها بيلتقي البيضه والحيوان المنوي. قناه فالوب دي متقسمه لثلاث قطع، يعني ثلاث مناطق. منطقه اسمها الكورني والبارت اللي هي ناحيه الرحم، منطقه اسمها الاثميكال بارت اللي هي الاسمس اللي هي الوسطانيه، ومنطقه اسمها الامبولري بارت. الامبول يعني اللي هي شعيرات، دي اللي فيها الشعيرات الاهداب اللي هي جنب البيضه المفروض هي اللي بتلتقط البويضه عشان تدخل جوه الايه؟ جوه الانبوبه. الامبولري بارت دون في اتخن، هو ده أدخن مكان اللي هو المكان اللي بيتقابل فيه البويضة والحيوان المنوي. والأمبولري بارت دون معمول بطريقة معينة بحيث أنه لما البويضة بتقابل الحيوان المنوي فيه في نوع من أنواع السهولة في الحركة بتاعته عن بقية يعني الأجزاء بتاعت الأنبوبة. وفي أدخن حتة فيها قناة فالوب لو كسرتي قلم رصاص خشب بصيتي على الكربون اللي جوه
نفس الديامتر ده او نفس القطر ده هو القطر بتاع قناه فالوب في اتخن حته فيها من الداخل. لان البويضه بتكون ملي مترات البويضه لا تراها العين المجرده، والحيوان المنوي لا يراها العين المجرده. يعني انسداد الانبوبه دي من المشاكل الكبيره اللي بتسبب تاخر الحمل. هل ليها علاج يا دكتور؟ لو في سوائل. وكان في العصر القديم في الاربعينات والخمسينات والستينات بيعملوا حاجة اسمها تسليك للأنبوبة عن طريق فتح البطن. لما جه التقنية بتاعت منظار البطن بقت بتتعمل محاولات لتسليك الأنبوبة عن طريق منظار البطن. شوية ودخل حاجة اسمها الفالوباسكوبي أو الفيمبريوسكوبي اللي هو المنظار اللي بيدخل عن طريق منظار البطن ومنظار الرحم عشان يدخل جوه قناة فالوب يحاول إن هو يسلك قناة فالوب. كل الكلام ده طار من الطب. بقت دلوقتي اي سيده عندها علامه استفهام او شك في كفاءه قناه فالوب او في انسداد في قناه فالوب بتخرج البويضات والحيوانات المنويه خارج الجسم، وما بيتعملش علاجات عشان تساعد الا نادر ما ينظر، او الا للسيدات اللي هم يعني انت بتشرحي لهم وتقولي لهم والله في نسبه نجاح قد كده من الاجراء بتاع المنظار او فتح البطن، ان كنت عايزه تعمليه اوكي في اجراء تاني نسبه نجاحه قد كده، وهي صانعة القرار. يعني احنا ممكن نتفادى المشكلة دي عن طريق الحقن المجهري اللي هي احدى الوسائل المساعدة على الانجاب. ولكن لو مثلا نجح الحقن المجهري حقنا الجنين داخل الرحم وفي سوائل جوه انابيب فالوب، مش السوائل دي ممكن تأثر؟ ليس كل سيدة عندها انسداد في قناة فالوب هيبقى عندها سوائل داخل قناة فالوب او التهاب داخل قناة فالوب، وليس كل سيدة عندها التهاب داخل قناة فالوب هو مستمر على طول الخط، وليس كل سيدة عندها التهاب في قناة فالوب محتاجة انها تربط الانابيب، وليس كل سيدة عندها التهاب في قناة فالوب السبب الاساسي لتأخر الانجاب عندها هو الالتهاب اللي داخل قناة فالوب. طيب دي احدى المشاكل في تأخر الحمل والانجاب. في مشاكل تانية يا دكتور عند المرأة؟ انا رأيي انه المشاكل الاكثر يعني دلوقتي هي المشاكل التي تخص الرجل. واكثر من كده الثقافة اللي موجودة في إدارة الملفات بتاعت هؤلاء الرجال. إزاي؟ احنا بنتكلم في ان احنا عندنا مشكلة في الحيوانات المنوية، هذه المشكلة لها علاج دوائي، هذا العلاج الدوائي يعطى لفترة معينة، ان لم يحدث حمل من وراء هذا العلاج الدوائي يفضل اللجوء لوسائل الإخصاب المساعد والابتعاد عن انك انت تحلم بانه الحيوانات المنوية سوف تحدث حمل طبيعي. ولكن حدوث حمل طبيعي ليس زيرو، هناك احتمال ان الحمل الطبيعي ياتي في اي لحظه ان كانت الحيوانات المنويه متوسطه الكفاءه او ضعيفه، ولكن ان كانت شديده الضعف او مقاربه من الزيرو فلن يحدث حمل طبيعي. المصيبه بقى انك انت بتلاقي الناس بياخدوا علاج ويفضلوا واخدين العلاج دون شهور وسنين، شهور وسنين. والسن بيجري بقى، مش مهم السن، ما فيش سن، سن راجل حتى لو سنه 100 سنه لا مش هتفرق. لا السيده بقى مش هتخلي. انا بتكلم يعني ده العادي. هتلاقي بقى في الحاجه في الحالات اللي زي دي الراجل ماشي بياخد علاج وهو مش شايف انه يفضل ان هو يروح ناحيه الحقن المجهري بعد 6 شهور بعد 9 شهور بعد سنه من العلاج لو ما كانتش مراته حملت. هو بيتوهم انه طالما في حيوانات منويه بتتحسن في التحاليل يبقى انا كده كويس وجميل. لا انت مش كويس وجميل، انت كنت كويس وجميل ومراتك حملت حتى لو ما بتعملش تحليل السائل المنوي. يعني وبعدين 30% من الستات اللي رجالتهم عندهم مشكله في الحيوانات المنويه شاف واحده ما فيش من ربع ساعه. الست دي جوزها بقاله 9 سنين بياخد علاج. 9 سنين بياخد علاج خلاص؟ لحد لما بقت الخصيه بتاعته لابسه بدله وجرافات. وبعدين هي الست عمرها ما عملت فحوصات، بعمل لها سونار النهارده المبيض بتاعها بتاع واحده ست سنها 60 سنه وهي سنها 30 سنه. يعني هو بيجري ونايم في الخط وشغال قاعد بياخد علاج والست دي مش هتحمل. طيب هي كان عندها مشكله ان بويضاتها قليله؟ ولا عندها ولا عمرها راحت لدكاتره. هي الست زي الفل. بس لما اول مطب وقعت فيه او اول فحص وقعت فيه اللي هو حجم المبيض في الموجات الصوتية في منتصف الدورة طلع المبيض حجمه مش كويس. بس وقفت الحدوتة دي خالص، ما لهمش علاج. يمكن اعتقد كمان يا دكتور من المشاكل اللي في مختصة بالمبايض وتكيس المبايض ودي يمكن منتشرة عند بنات كتير قبل الزواج حتى. يعني ما احنا اتفقنا انه الضعف في التبويض دون كذا مجموعة، في منهم مجموعة اللي هم عندهم
مشكله في الاشاره من الغده النخامية الى المبيض اللي هم اسمهم هايبوجونادوتروبيك هايبوجونادزم. الهرمون اللي بيفرز من هنا عشان يدي اشاره للمبيض بيطلع بجرعه قليله. وفي مجموعه تانية المبيض هو اللي كسلان فهنا قاعد يصرخ عشان يسمع تحت انه يلا اصحى من النوم. دول اللي هم البريماتيور اوفيريان فيلرز، دول اكبر مشكله في المجموعات دي كلها. نمره 3 اللي هم الاكثر شيوع بقى اللي هم عندهم تكيسات على المبيض. يعني ايه تكيسات على المبيض؟ يعني سيده عندها مبيض، المبيض لو قصتيه كده هون وفتحتيه زي البطيخه هتلاقي فيه، لو شلتي قشر اللب او لو شلتي اللب من البطيخه هتلاقي فيه كور، هتلاقي فيه حفر مكان اللب. اعتبري ان اهي ادي البطيخه دي المبيض، وادي الحاجات اللي كان موجود فيها لب دي الايه؟ الاكياس او التكيسات. مشكله ده في ايه؟ انه من هنا لهنا لا هنا لا هنا بايظ ولا هنا بايظ، بس هنا بيضحك على هنا. هنا المبيض بيضحك على فوق بيقول له الحق ده في تبويض. هو ما فيش تبويض لانه في هرمون بيفرز بنسبه اعلى من الطبيعي فبيدي اشاره غلط لفوق، ففوق مضحوك عليه لانه مش قاعد جوه المبيض عشان يتفرج، هو بس بتجيله اشاره عن طريق هرمونات في الدم. فالاشاره اللي بتطلع هنا اشاره خاطئه من المبيض فبيحصل لا تبويض او ضعف التبويض. انما التانيين دول اللي هي ضعف المبيض او ضعف الغده النخاميه دي قصه تانيه. عشان كده السيدات اللي عندهم تكيسات على المبيض ما اسهل ان انت تديهم ادويه لتنشيط المبيض وتنشطيه. واحيانا بيخلفوا يعني اللي عندهم تكيسات. في سيدات عندهم تكيسات على المبيض بيحملوا لوحدهم. لوحدهم، وفي سيدات بشريط منشط بيحمله، وفي سيدات بعشرات الالاف بيطلعوا بيض بالعافيه. طبعا منشطات كتير بيطلعوا بالعافيه. بس كثره المنشطات دي خطر يا دكتور لو خناها كتير عمال على بطانه. احنا هنتكلم على الخطر على المبيض ولا الخطر على الجسم عامه؟ على المبيض نفسه. على المبيض الجزء الاكبر من السيدات لن يتاثروا سلبا بالمنشطات حتى لو اتخذت شهور وسنين. ومجموعه لا تتعدى 5% هيتاثروا سلبا مع الوقت بانه المبيض دون سوف يقع، يعني هتقع الكفاءه بتاعته مع الوقت من جراء المنشطات. طيب دكتور عايز اسالك في حاله ان المشكله في تاخر الحمل من الرجل، يعني السبب من عنده، ايه انسب وسيله ممكن نستعمل؟ الحمل المجهري انسب. كنت هقول لك التلقيح الصناعي. حتى لو حتى لو انت بتقولي انسب. لو مشكله من الرجل بس المراه سليمه. الحاجه الوحيده كمان اللي بتقول انه ده انسب جدا هو ان انت تشوفي الحيوان المنوي ده حتى لو هو متوسط الكفاءه. حتى لو هو متوسط الكفاءه. ان تم اختباره بان هو يتحط جنب البويضه خارج الجسم هل سيستطيع ان يخترق البويضه ام لا؟ لان دي لغز احنا مش عارفينه. فانت النهارده لو حطيتي البيض والحيوانات المنويه جنب بعض بره الجسم ده اختبار قوي جدا لانك انت تقولي ها من غير ما تحقني اللي هو طفل الانابيب. وعشان كده لما بيبقى فيه مشكله او ضعف في الحيوان المنوي لا يجوز ان احنا نعمل طفل انابيب بس، احنا نقسم البيض مجموعتين، مجموعه نعمل بيها طفل انابيب ومجموعه نعمل بيها حقن مجهري. خلاص، انما المجموعه بتاعه طفل الانابيب دي هتمتحن المبيض وهتقول لي المبيض سوري هتمتحن الحيوان المنوي وهتقول لي الحيوان المنوي ده بيعرف يدخل جوه البيضه ولا لا. لو كان اكتف وسريع ويخترق لوحده البويضه. في حيوانات منوية متوسطة في الكفاءة وتستطيع أن تخترق البويضة. وفي حيوانات منوية شديدة الكفاءة ولا تستطيع أن تخترق البويضة. يعني الحقن المجهري هو أنسب وسيلة في حالة المشاكل اللي بتكون ناتجة عن الرجل. وكمان المرأة أحيانا يعني لو عندها مشاكل في انسداد قنوات فالوب أو المبايض أو مشاكل أخرى. دكتور أحمد عوض الله نورتنا بجد النهاردة ومرسي على معلوماتك القيمة دي، وإن شاء الله نلقاك الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. كان معانا أستاذ دكتور أحمد عوض الله واستشاري أمراض النساء والعقم والحقن المجهري وأطفال أنابيب بمستشفى دار الطب. وبكده تكون خلصت فقرتنا الأولى. لسه معانا فقرة تانية مهمة جدا لكل اللي بيعانوا من سمنة في الجسم وفي مناطق مختلفة. استنونا.